طيب السؤال الثاني للأخ محمود دكتور عن هل يجوز تأجيل الحج ووضع أمواله في تعليم خاص للأبناء اضطرارا، وفي حالة الوفاة لا قدر الله هل تسقط بذلك الفريضة أم لا؟ والله المسألة لا تستطيع أن تضع فيها قاعدة حاصرة تقول كل الحالات يكون فيها الحج مقدما على تعليم الولد، أو كل الحالات يكون تعليم الولد مقدما على الحج. في اعتبارات نسبية كتير في المسألة. كما تفضل الأخ السائل الكريم، الفقهاء في مسألة وجوب الحج على رأيين. الرأي الأول والذي أراه راجحا أن الحج واجب على التراخي، يعني لا يجب في ذات السنة التي ملكت فيها تكلفة الحج، بحيث إذا لم تحج هذه السنة تأثم، إنما يجب يعني ما دمت على قيد الحياة فواجب في رقبتك. لكن الأولى بالمسلم أن يبادر إلى أدائه لأنه لا يعلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، قبل ألا تحجوا لأي طارئ أو عارض حصل، طارئ خاص بالإنسان كمرض ونحوه، أو بماله كفقر أو تطورات معيشية ولا غيره، أو طارئ عام حروب وفتن وأشياء تمنع الناس ربما لا قدر الله من الحج إلى بيت الله الحرام. فالواجب على المسلم ما دام قادرا أن يبادر. طيب واحد عنده بنت عايز يزوجها، والمبلغ اللي موجود هيجوز البنت، للأسف الواقع اللي احنا عايشين فيه يوديه الحج، أنا هقول له جوز بنتك وأشهد الله عز وجل أنك لا تفعل ذلك هروبا من الحج ولا فرارا منه، وأنك على نية أن يدك أول ما تملك ما يكفي للحج ستبادر إليه. والله عز وجل يعني يطلع على القلوب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وتقوم النية مقام العمل لمن عجز عن العمل. مسألة إن لكم إخوانا ما نزلتم واديا ولا قاتلتم عدوا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، فمن حبسه العذر لعل الله عز وجل يكتب له بنيات أجر حجته. فالأخ الكريم، إذا كانت مسألة تعليم الولد في هذا النوع من التعليم في التعليم الخاص ضرورة أو حاجة كبيرة بالنسبة إليكم وبالنسبة إليه على اعتبارات كثيرة تستطيع أن تقيس بها المسألة، توكل على الله. وإن كانت البدائل متاحة ومتقاربة، والتعليم الحكومي يعني موجود، فرص التعليم الحكومي في كلية معتبرة تناسب إمكانيات الولد موجودة، يبقى الحج أولى. فالمسألة نسبية، عليك أن تزنها بميزان المصلحة والمفسدة في الطرفين وتتوكل على الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وللمسلمين أجمعين حج بيته الحرام. اللهم أمين يا رب.